وهذه المبادرة هي المرة الثانية اللي قمنا بها، والحمد لله راك تشوف هذا العرس اللي كان الجو راه تيبان ديال الإخوان السجناء. بالنسبة للإخوان السجناء راهم فرحانين، وكانت واحد المقابلة بين صحفيين وفنانة مع السجناء، والحمد لله راه حضروا فنانة كبار، ماشي ساهلين باش يحضروا الفنانة ولا رياضيين اللي جاوا حضروا. وحنا كل عام إن شاء الله راه حنا واعدنا باش غادي نبقاو كل سنة غنديروا هذا الشيء، والله يطلق سراح جميع السجناء. السلام عليكم. اولا سعيده انني نكون هنايا في مدينه سطات، بالضبط في السجن ديال عين علي مؤمن، رفقه السجناء هذا السجن هذا، رفقه فنانين، رفقه شخصيات كبيره. سعيده انه تمت المناداه عليا من طرف صديق الفنان الكبير سي سعيد كلش، هو اللي عيط لي باش نكون معاه في هذه المبادره. عجبني الحال، ما كرهتش ان هذه المبادره تكون في طيله شهر رمضان في دور الرعايه الاجتماعيه، في خيريات، في سجون، وفي مبادرات كما بينا نقولوا اجتماعيه بحال هكا. انا جد سعداء اننا نتواجدوا في مدينه سطات وهذه المؤسسه السجنيه ديال عين علي مؤمن باش نشاركوا هذه الوجبه ديال الافطار مع النزلاء، وهذه اللمه الجميله وهذه الوقفه الروحيه اللي عشناها مع النزلاء ديال سجن عين علي مؤمن. كنشكروا الناس الصاهرين على هذا اللي شرفوا على هذا الافطار الجماعي، وخصوصا الاخ سعيد خلش اللي معروف دائما بالمبارات ديالو الانسانيه. ورمضان مبارك سعيد. اليوم كنتواجدوا في هذه المدينه الطيبه، احنا في السجن المحلي ديال عين علي مؤمن في مدينه سطات، مع شله من الفنانين وفعاليات المجتمع المدني، وباش نخلقوا واحد الجو في هذا السجن هذا، ونلعبوا واحد الماتش مع النزلاء هنا في السجن، ونتمنى نعطيو اضافه في هذا الحضور ديالنا في هذه الحفلات. زياره المؤسسه السجنيه علي مؤمن في مدينه سطات، عندنا كيف كتشوفوا عندنا ماتش غادي نلعبوا مع الوداد
هاد الصور اللي كاين هنا نضحكوا معاهم وندوزوا معاهم واحد الوقيت ديال الوقت وواحد شويه ديال الوقت عفوا وكانت المناسبه هذه باش نتلاقاو مع صحابنا اللي شحال ما تلاقينا معاهم. الله يطلق صراحهم على خير يا رب العالمين. فمزيان يكون بحال هادشي، مزيان لان الوليدات اللي كتب عليهم اللي كتب، فملي كيجيو كيشوفوا الناس تبارك الله اللي كيشوفوا في التلفازه سواء كانوا صحافيين او رياضيين او فنانه، فكنظن انهم الا شافوا فيهم ديك الشوفه ديال ريفيرونس ولا شي حاجه يقدر شي يحفزهم شي شويه. كنظن والله اعلم انهم ملي يخرجوا ان شاء الله من هنا يبداو حياه جديده كيف كيديروا كاع الناس. اولا كنشكر الناس المنظمين على هذا الاستقبال الجميل وعلى هذا الروح الاخويه الطيبه اللي كاينه في هذا، وهذا شرف وفرحه كبيره اننا نتقاسموا هذه اللحظه مع الاخوان ديالنا السجناء. نتمنى والله يطلق سراحهم كاملين.